مساء الفرح ومساء السعادة، جديد صالات شهاب المرجانية، متعودين من صالات شهاب دائما الفخامة، التميز في الزواجات تلقونه موجود عندهم. ما شاء الله تبارك الله، والفخامة من أفخم صالات الأفراح اللي غطيتها المرجانية. طبعا تصميم جميل جدا وعصري، قاعة تجملك مع ضيوفك، ليلة العمر تطلع ليلة جميلة. طبعا القاعة تتسع إلين 500 شخص. فخامة المكان، الارتفاع، الممر، طبعا تاخذونها بكامل التزيين مثل ما انتم شايفين، والكوشة هذه راح تكون مجانا. طبعا الطاولات بهالتزيين بهالكراسي الفخمة، وايضا في خدمات مجانية. ويانا ابو جعفر اسعد الله مساك، حياك. دائما مفاجآت نلقاها عندكم، اكيد. شنو الخدمات المجانية اللي راح تكون؟ الخدمات المجانية بتكون الشاي، القهوة، والماي، وعاملتين ومشرفة، هذه خدمات مجانية. طبعا وعدتني بنهاية التغطية راح يكون في مفاجأة، أكيد لازم، زباينك يستاهلوا. وهذه فخامة قاعة البوفيه، ما شاء الله تبارك الله. أبو جعفر تتسع الله. لكم شخص هذه؟ هذه تتسع له تقريبا لألف شخص، لو كانوا رجال ألف شخص، النساء معظمهم يجوا أكثر عدد 300 شخص. بالراحة في تكون بوفيهين، هذا بوفيه هنا محمد، وفي بوفيه ثاني هناك عشان لا يكون ازدحام. حلو. لو كان 300 شخص نفتح لهم البوفيهين، وهنا قسم الحلا بيكون، وهذه الكراسي كلها كامل ما يقارب 400 كرسي. ما شاء الله تبارك الله، ولكن طاقة الاستيعابية إلين 1000 شخص. إلى 1000 شخص، لو كان في عدد زيادة بعد نفتح لهم القاعة اللي جنبهم، في قاعة مثل هذه تنفتح ثانية. ما شاء الله تبارك الله، إمكانيات قاعات شهاب. طبعا هذه الطاولات موجوده بالاستقبال، هذه خاصه في العطور، وبجهه الثانيه عندكم هناك ستاندات خاصه في البخور وساع الاستقبال. ما شاء الله تبارك الله يا ابو جعفر، المرجانيه بصراحه غير. هذه القاعه تعتبر هي الاستقبال كانها قاعه، كان قاعه ما شاء الله. انا عندي بقاعات، بقاعه توليب قد الاستقبال ويتاجرها قاعه. ما شاء الله تبارك، هذه مساحتها تقريبا 400 متر المساحة، بس الاستقبال هذا 400. بس الاستقبال عندك هذه الطاولات يحط عليها السويت، الضيافة، بعض الناس يجيبوا ضيافة خارجية تنفع تنحط هنا. ما شاء الله تبارك الله، يعني صحيح مكان يجملك مع ضيوفك، ليلة عمر تكون ليلة عمر فخمة، والمفاجأة في نهاية التغطية. وفي بعد بعض الناس تحب تحط أسماء على المرايات، نوفر بعد الأسماء. ما شاء الله تبارك الله. وهذه غرفة العروس، طبعا مو غرفة واحدة، في ثلاث غرف، غرفة للعروس، غرفة لأهل العروس، غرفة لأهل المعرس. شنو الدلع هذا يا أبو جعفر؟ يستاهل يستاهل ما شاء الله تبارك. هذه الغرفة تجهزت، كل غرفة بيكون فيها تسريحة خاصة عشان المكياج، مع المكياج وحطينا فيها سويشات عشان الكهرباء. معاكم لنهاية التغطية، وأقوى ترند بنسمعه من أبو جعفر. حياك الله. طبعا القاعات كانت سعرها ب 15,000. حلو. بعد التجهيز والترتيبات بالله شفته كله هذا يا محمد، كله راح يكون الخدمات هذه مجانا، كلها مجانا، وله مخصم فوق كده 3000 ريال يستاهلوا. يطلع القاعه بالكامل تطلع لهم ب 12,000. 12,000 طبعا عمرها ما صارت في قاعه شهاب لاول مره. ها اول مره تستاهلوا. طبعا هذا العرض راح يكون الين يوم الاثنين.